دلڑ لگا میرے تو غم پر رہندے میری آسا امید دے صدا بوٹے بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اللهم ربنا وكلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كلمات طيبات فرجنا من أنت الأسباب. قرآن پاک پڑھے گئے ہیں، سورہ یاسین پڑھے گئے ہیں، کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں. تیری پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. جمیع کلمات کا ثواب، جمیع نعمتوں کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مجدد مشائخ کرام کو فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام شہداء کرام کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے بالخصوص خاصگان فیض پور شریف علم کرام کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. ٹھیکیدار حفیظ ان کے والدین تمام ناظرین آسان فرما. جمیع کلمات کا ثواب، ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام مرحومین کی قبر حشر کی تمام ناظرین آسان فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار زیارت اور پہچان نصیب فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبری نصیب فرما. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا أرحم.